الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تفضل. مركب موضوع صدقة الله لقيها الضيئة تذكر حالة ليها بأنه وقعتان إن صدقة الله أرورين دونه، لكن محل ليش شايفين أن ملا هدو أحلى أرورين دوني أستغبرك سواء صفت قلبيت موضوع عن ينتهي المواضيع إلى الغم مهم سنة كاملة يا أولاده إيه شايفين إن أفكار الرادات يعني كبير إن شاء الله تعالى صدقة الله ليال أدب درجة الأسرة هيسا ضد كأهل الصلاة قرأ وحب حصلنا أدب الدين تلوه أماني نبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وكل أي من أفضل العمل إدخال السرور على المؤمن عمل وح أفضل بدن قف مسلم هو قلبه سفرح لجريه سيف فرح له جريه يقضي عنه دينا دين بكب ديا يقضي له حاجة أرنب أقبنيا ينفس له قربة مشكلة هيسته بكفي ديا وحين كوي من كتا أرماء للوتن عمي عليه الصلاة والسلام ديوا أفكي ومركا حق ما ددي مالكي لقى ساعده وحكو النبو الشيء عليه الصلاة والسلام سوى صدقاء يوناك لك هضية إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم النبي عليه الصلاة والسلام أعماش ويسوف أنت مركز الصدقة وحي ترادة أنا ابنك فضلي بضن وحكى النبي عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر الدنيا ذاتا أفر غفبة وقيمة بضن وحمرنا النبي الرسي عليه الصلاة والسلام عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه أدون الله يبسي مالي علمي ومركى إله أبابا غيا ويصل فيه رحمه قرابته سكحر لنا ويعمل فيه حقا حق يا إلهي سبحانه عز وجل أمرين كبقنا فهذا بأفضل المنازل كاسد الرجوع هو أسر رأي أي مرة كجلة صدق الله رأي أفضل قد وحيالهن تسينا يوحى كمدة مصائب بلايون يلباتون كإلهي نغير علي أي كهر تكتاسد نبو الشيء عليه الصلاة والسلام ونبو يري صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهركات ولا قول الصمائيهم وصدق الله كم يتهي وحي قفوا كي إلى رسالة النبي عليه الصلاة والسلام سيحن قفوا إلى أبنته وحي كي إلى رسالة فئي مصيبة وإنين يقول معلوم هلا بن الله كرمه انت قوى كي إلى رسالة النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال حديث كلا فعل المعروف يقي مصارع السوء قفوا وناك صمائيه وصدق الله كم يتهي وحي قفة كإلى رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وحلق النحوه إنه قفة سلق المو وحي قال النبي الشيء عليه الصلاة والسلام الصدقة تسد 70 بابا من السوق صدقة وحي قفة كور استارتا تضبات الباب وحماتا إيا مارت إباتو أي صدقة كور استارتا وحي قال النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة وكوين حنوصانية صدقة كدوية سلف كنا أنت وسمين كنا دلت ورناك سنة اللي جاني جهر ريد أحد بس الغضي يسوق دوين كنا سد مار ثلاث الماوي عبد الله بن مبارك أيام الأوي من روح كويل وحن كيات شجعنايا كصباح روكا إلى صباح حي وتضرب الصنع دخاتير تي كوب داري ما قال سير عائل قط أو حبي مار تي اللهم سعدت وكعبة نك عائل تي مركو قضي لا سبحان عز وجل حنوك وقبل قاضي وحكوا قصص كلا شجع كملا أو سلف كلا قصص بوري يعني ما ربطي عبد الله بن الحاكم وشيخ ما ربطي كتاب المستدرك اسكله اي روح اللي يروح كسر بحيوتش دي سبع وعيو هدي ومسدويه ومسلمين تدعو عليه محو تروي لي كد روح مرقى لو برارجي انه بحصل قضيسته مركو حصل قضيسته الى سبحانه عز وجل وكدوي روح على الشيخ قصير يسوع بوري أنس بن مالك ومارة الحكم مرفوع عليه والنبي قال له تيري عليه الصلاة والسلام إن جبريل أؤيني عليه السلام نبي الله يعقوب أو كيري يعقوب وما قرن إنسان ربي روحه كله يمي قرن إنسان لما أذهبت بصرك أرجع روحه متكسي وقوست ظهرك لبرك أنس وتشني ومعنى أن دع ذوي هو جرسي ومارة جبوجا عبورت على نبيط أي سماء وحي أسماء يمي قرن إنسان مرقى سوير مايا مرقى سارة شبريل وحوكوير وحوكوليهن إنكم دبحتم شاتا ما ينبغلنا فاريه قرعتين
فأتاكم مسكين يتيم مركز أكون مسكين وأقول هجيني وهو صائم سوى صوما فلم تطعموه منه شيئا حكم إنسين أقف سوى وحيستا هدوه بحيوه لباته يكون استاجسا هدوه سوى وحيستوه بحيوه وإيه مكا لباته ورسيطان لغيها نبي إلهي بصال وقلي هدوه مكا حقيبا توقتاو صدق الله أبشر كيدو على الله والله قرآن تعالى إلهي كشيك سبحانه عز وجل ربي إليه مركو مسلمين تروح بحسد أماني وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم كوا وح بحسد يعني وح بالمال تأجر كذا والله لا با أجر ونكسن أو قيمة بدل بيليه بربي سبحانه وتعالى وحكول الربوين في سورة البقرة كويري من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وريا إلهي سبحانه عز وجل واحد إنسان يا ومكر الرب الله لا با إن شاء الله بالله يا آيات رب كشة في سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم قفوا رب حسدا وحل الله بالله بالرب إليه إلا تضرب قلوب قرب الله بالله إلا ما إيه لا بالله بيه فربنا لا يجرسيه النبي عليه الصلاة والسلام سوى صدقاء عليسك إلا بالله كذا كورمي من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف قف في الله الدرت وحب حصده وحل الله من الله تضوب غلقور وحكول النبي عليه الصلاة والسلام ما لبني صحابي أكان النبي هل وهو قامل أيوب ويرسول في الله الله الدرت وحب حصده من قسان النبي عليه الصلاة والسلام يعني أدبنا وحل الله هاي لك بها يوم القيامة ألا أكتي وحل آخر كل هذا هاي 700 ناقة تضوب غلقور مارتهالات كلها مخطومة ولما تودب يعني ما رت أيهم كله جامد صدق الله ريال وحي مختيسان دنوبته وأنا لو قلت عفوا سيدنا أبو الشعر إلهي سبحانه عز وجل القرآن أبو الشعر وحكم إذا ضدك وحص صدق الله يستمر كل ربي أمانك الوحي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كوا وحب بحصد وحلو دياري دم بداف إيا أجر وين بربي سبحانه وتعالى وحكم الله ليه في سورة آل عمران بسم الله المسلمين تلاها ضياء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين وارضض يهود من الله في إلهي بدك دقاء شنض إلهي بدك دقاء كوة دك دقاء يا وكوة الذين ينفقون في سراء وضراء وكوة وحب حسنة يا إيوه وحيصة إيوه وحب حسنة لبضب وحب حسنة يا والكاذبين الغيظة على ذقرنا يا والعافين عن الناس والله يحب المحسنين نبي روحي عليه الصلاة والسلام تصدقوا ولو بتمرة ولو بحصدة تنربها النقطة فإنها تسد من الجائع كيل قاتش يسناه قاتش ذي كتر كباب ينسى وتضفئ الخطيئة ألقى القفك يدبق على القشاق كابخت ينسى كما يدفئ الماء النار سيدة الضبق أي ما ربتيبيه أي بختية يقول النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة تضفئ الخطيئة كما يذهب الجريب على الصفا يعني صدقه وحي باختيسان دم بيجي قف كي باختيسان سيدا قبوا يا مارت برفكو وبورتو كركي يا مركا وقبع بقه وحكول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار وركوان كان عصدو إن الشيطان والإثم يحضران في الباء شيطان كي يدم بيجو مركا لو في إنسان إنسان بيسوح حاضران فشوبوا بيعكم بالصدقة يعني وحي مارت البيع إنه وحي لحق الإسلام صدقة لحق لي وحي خالد يدم بيها يا مارت أي بيع لحق الإسلام صدق الله سامر كأنك بختي نيسا سنبو الشيء عليه الصلاة والسلام صدق الله لا يرى مالك بركة نيسا أفكار ذي سير الله ضل وحمة حسطه أربع برامج شري هوله يوحي عن هيدا يكان له أعمال صدق الله يلا يا مالك كوب بركة نيسا كونا بدي نيسا إلهي سبحانه عز وجل وحليه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وحي الله وحمة حسط وحي الله حسطان إلهي سبحانه عز وجل وحي عبد حسين وحكب بدلا إذن ضب مرنية وهو خير الرازقين كوه وحي الزغان ربي سيء أو نكسن معالي ذلك وحوية قالوا هذا ضب حسطي ميرشي أبكث وصارتي وحكب بدلا بأي الله السينية ومارتك وقوب بحينية أولي بوحي هرنا كو نكسن عالي قرآن ربي وطوكولا سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم هذا إلهي بشكر دارا إلهي بإذن كردينية معنى هذا ضب حسطان أما وناقات سميسان والذي سيادني على إذن كان مصامين معي حديث القدس قنواته ربي كيدي
يا ابن آدم أنفق أنفق عليك ابن آدم هو واحد بحصو أنا واحد بحصينا يا ضرب واحد بحصته واحد بحصينا يا أبيان لما يقول عليه الصلاة والسلام وتولي ما فتح رجل باب عطية بصدقة إلا زاده الله بها كثرة من الله مفره أما قف بني آدم الله مفره إنه واحد بحصته ضدكو يعني ويقول كل وراكسين هنا وضع قاربة إلهي أبرك يا وماشي وحلقة بحيني بحكو درسة سيد بحكو درسنا يا مسكين وحنا السيانة بحكو درسنا يا يعني صدقة كما هرى ضدك قاربة إنه والله وقتك يا شيء داك وقتك يا قفك مكا الله فرى وأرمين ويلا ماركتي نعوين ويلا قفك الله فرى الله سهل فنحن نقول عليه الصلاة والسلام إلا زاده الله بها كثرة إلا إلهي مالك أبديا قفك صدقة الله فرى مالك الله أبديا فنحن نقول عليه الصلاة والسلام حديث المعروف قال وقرنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطهم منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطهم ممسكا تلفا ما للملك تقر في صواب حظه إلا ما الله ملك بأسود له مدروح أمرنا يا إله وكوح بحصلا وحسيه ككان نبوح أمرنا يا إله وكوح حيستيقوا بخيرا كترترو كبابي صدق الله مركز هذا كيسو مالك يكون بنيسا ويكون بعنيسا ما يرى نيسو وحكونا النبي عليه الصلاة والسلام اللي قسوا بقولي نبو إنو بينما رجل بفلات من الأرض ما لنبا نبوحين عليه الصلاة والسلام من أمده إن كوه الرئيئة أو ملبنا المرأية أي وحو مغري عض وحو كمغري السمر عض كاسي بحولي وحولي إسق حديقة فلان بيرته بل صور عالي نكي مركا وحي روان سعدي مركا سموحا عركي ويري روكي او ماركتا اللهم استعان ميل يرو كوبان كهوريا هقول يرو ميل يرو كوبان انتو كعرتي كهوري سو سيف عمي قدايس ماشينا سؤال اي بيري مسنين با دركي سي هقاتشين اي او ماركتا بيرتي سي كوارب سنين مركا سموحا كويري بري يا عبد الله يا عبدونك الهي وما اسمه مقع عوام حي مركا سوحي يقول هل البالين هذا مقعي ان سمادا كم غلي يدو لقلي هاي يعني انك هلا ورابيو مرة سماحن ويري ويري مرة محاط مقعي يجيني جنس لما تسألني عن اسمي مقعي محاجي وجنس مرة سيرني واحد مغربي أنا عمرك صعنة يا واحد صمدة كم مغربي ضرورة تجد ولا لي هاي مهب لا يو مارت نينكا صورة نينكا ورابي محاط سماي ساق وحير وح كلام مصنع يه بيرت مرة إيسو قاضو با واحد صدق هذا يستاب يسد حمراض ومال سد حمراض ومال عهور تجد مارت بير وغدي صدح ميلاد ميلاد مركا وان كيتسا وانا قول سمين جي دلتي ايا مركا الله سبحانه عز وجل مالتي سوء بركيني او مارتا اللهم استعان الله ورابين ايا او بيرتي سيقار الله ورابين ايا نقول حديث عن كواتو يلي ما نقصت صدقة من مال صدقة دو مالك ما نقصان سوء انا بركي سوء كر لسمو ايه ما نقصان سوء بل نبو عليه الصلاة والسلام وكل اختي ان صدقة دو مالك عن نقصان ايني نبو قواتو حديث سيحة كو يلي ثلاث أقسم عليهن صدح من كل أرنيا وأحدثكم حديثا فاحفظوه وركي سنوالدين شيء يا صدح لا حفظيه وحكم لها نقول إنه ما نقص مال مال عبد من صدق أدون مالكي صدقكم النقصان نبوا كل أرتي عليه الصلاة والسلام وحنا نبوا كل أرتي مركب وحنا الهضوي وأنا أهل بنت اللي تشابيه وضطك وحب حصدها وهي قانا صدقه إلى المحي مالك النقصانيه صدقة كل اللي جدوله على الواحد نفسنا يروح كملا صدقة وحيلها عذابك بني آدم كهر استعجل كملت إلهي نقول يه عذابك آخرة هي عذابك قبر جوا لبده وحيلها ذات كهر استعجل أي كملت نبي وحيل عليه الصلاة والسلام حديث صحيح كم صدقة وحيل لم ينتهي كمثل رجل أسره عدو سدي قف مارك عدو بيسوي قبصان أدم أن أنت حري قعدت كيان أو جراعين أي كجرا لن يسفر وفقاً سمركا محمد صمينا يا مالكي سعلم بسكفرنا يا حين نبي عليه الصلاة والسلام صدقه وصدقه وكلاه قفك النار تيكوح ليس النار تلقى فرطة حديثي ليرا وحين كل نبي كويل حديث أبو هريرة حديث صحيحة حين نبي عليه الصلاة والسلام إن الميت إذا وضع في قبره قفك الضوم كأبنته مالك قبره دي صلاة لقوه أو مرأكتو أنتما عبده وحين نبي عليه الصلاة والسلام إصابه ويقفك أصنقل لنا مقل أيوه أي أمرك مرايت سوء إيمانك صح؟ أبكى سألت كنت لي صلاة دي بقى إيمانه يسوي النبي عليه الصلاة والسلام عند رأسه ماذا حس أتى زي صلاة فريسة نساء؟ هذا سوء كنت لي صوم كبا إيمانه يوعي يمينه مدة سفر سنة هذا زكاة الحين كنت لي
زكري بقى إيمان يسوع عن شماله بيحدى كفر إنسان صار هدو وحصد قضي سن شري وقرابة حلوين شري وإحسان سمين شري وناجا يصدق قضى سن وإيمان يسوع حقا ما رت الله مستعان لوجه سفر إنسان صار وعندما ورع عليه الصلاة والسلام قفقا مركا خذك تسير أول الديانة فيؤتى من قبل رأسه حقا مدحا ملائكته وإيمان إنسان مركا صلاة يوحي إيمان إنسان ما قبل مدخل أنا قبل ميلا إيقص وقلائه ما بنار قفقا صلاة وإلى لنجري ماشي مركا مارتي أنك جاء الدنائي وارديها أنك أها لقصوا قبل ما يقفا ملك تيسي بريح ديسي لوجه سي يعني ملكا صغفك مركا وقف لقى دفاعي هوية صدقه مركا صدق يسو قفقا مارتي مسلم كان يوح بحسن جري إحسان لسمين جري قبر دي سعداب القبر دي بكبد بعد النساء أو اللوه يسير فرداء أو عذاب كذي عقاب كي ما رأيت تسوح إلا صعوته أي كور تليسة نبقى عليه الصلاة والسلام واتوح الإسكار الصيحة كويري ما منكم من أحد كاسوع على القبر عذاب آخره ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة قف متجره إلا إلهي بآخر لها الدورة يضو حكرة الجمالية أو كرة أفقاضي آنجري قفكم مركا ميدك تيسوئيه يا أرك ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمل كيسموه بدي حد يسوئيه يا أرك ما يقول إلا عمل كيسموه هرتي سوئيه يا فلا يرى إلا نار تلقاء وجهه ما أرك إلا نار سوق قابل سموه نبي مركا وجه عليه الصلاة والسلام فتقوا النار ولو بشق تمرة وضضوا النار توحسك قبلها تمر جيحي بهاءها توحسك قبلها حديثكم مركا وحينا تسنى يا صدقوا مركا يا وحيالا تلك النار تكو إني ما كانت هاي وحياها من هذا النار تكبد دادي إني تهاي بل الحديث بعد شرعانه النبي عليه الصلاة والسلام سجارة دمر أقولها الله أتنبه قولي يا معشر النساء والدمر تصدقنا وحب حصدا محايد وحب حصدا يا دمر الله أمرين وحب حصدا فإني رأيتكمنا أكثر أهل النار النبي عليه الصلاة والسلام أهل النار كينا دقوب بذنتين بان النار كي وحب حصدا صدقه المركة وحي قفة كور استاقيسة عذاب في إله العقاب في النار تكون استاجس إله النوح رأيه وحقول لكم من الحديثة المامية صدقوا النار تكون استاجتو حديث النبي عليه الصلاة والسلام النبي هو يري اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق التمر وارضضيهم إذنك إيا النار توحي إذن لحيان تمير دلاع إذا تمير جيح بهن قتل وحي إذن لحيان قرآن كان إله سبحانه وتعالى واتوكو يري الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم خوف عليهم ولهم يحزنون كوا مال بحنايا هبل مال بحب حصنايا سم وقتل سق صوم حب حصنايا كوا سيأجر كود الرب يأتي سكليهم ممر جوريا منع حصنايا معنا ممر جوريا نو أدون كأي كسر تجان محاطلو وناق شقي سن وإذا كم الجماية وقف كسر شقي سي مع حصنايا كبر الجماية من أربع كاهر رزق طلب حتى لو كم دونتا إيه لك بدي سبحانه وتعالى لو لا محي كم تريسين ذات كاسي إن الدنيا ده يكسر تجينا أنا كم جيني يروح يصوت يعني آخرنا يصعدان أما عذاب كان كهر ريان أنا كم جيني أما أنا كم بقيني لعذاب ما رك كهر ريان من شري وحيكون طيستين مالك أي بحنا يا هلين يا مالي سيرة يا سموقتة بيكون طيستين سيرة سبحان عز وجل القرآن الشريف نبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح الرقية 40 خصلة تضم مرت أفرت أهرمات وعليها أيوك الرئيس مليحة العنز نيف أريا أو مال أهان لو بحيي ما من عامل مثل شقيا مجره يعمل بخسرة منها أو أفرت كاس مثل كمير صنايا إلا مهدو صنايا ثواب كيري أبا المرين تيرو اللعبتي سيء هاتي أبا المرين كان المرى إلا أدخله الله بها الجنة إلا إله سبحانه وتعالى كما تقول لي يعني أفرت الأرمال ووكر رئيسه نيف أريا هو لو بحيي مال لو بحيي نيف أريو ما الله بحيه وحي كسي وينه ده كسي أجر وين أفرد ناس مركا وكسي يليه نيف أريو أيو عي كسي وصيه وين قفك مركا إلهي درتي عملك أصنع يوصد غضيستان أمالك الملك النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما إنش نذل كليه وي صدقه دور الليال فضأيش إذا فراها بنا محكم ده صدقه وحي على مضوطهي قفك وحب حسنة يوقف إيمانك سو قوي هاي يقينتي سو أي حوق بلانتها إنوي هاي كوكرسون فرسغين لهاي بحيه سيد إله هذا وحسيه إنك بظن إنه سينكر وإيمانك أي علامة طاي سادرت بأن النبي وحي عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان صدقة وحج وحج قف إيمانك علامة طاي وحيالها إن تسيني صدقة فلقة وحاكم دورة ليا صدقة نفط وحي كنا في سان حناتذي وعلم نفاقي
dabeecadii xumxumaa quluqii xumaada waxa la idin kala hadlay xanta dabeecadii xumxumaa bambay ka nadiifinaysaa sadaqadu nafta ka nadiifisaa waxaa u daliila aayadu quraanka ka hadlay subxaanahu wa ta'aala waman yuqa shuha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuun qofka nafta xumaatadeeda laga dheereeyo bakhaynimadeeda laga dheereeyo kuwa liibaanay weeye daar adduunya daar aakhira labadaba ku liibaanay oo wanaag ilaahay subxaanahu wa ta'aala u dhammaystiray sadaqadu walaalayaal waxaa ka mid ah fadaaisheeda waa baab kuu furaya acmaasha khayr qof hadduu wax baxsado wax baxsadkaasi wuxuu u furayaa u sahlayaa khayrkii kale oo dhan salaatuleylkii buu u sahlayaa soomkii buu u sahlayaa qiraacadii qur-aanka u sahlayaa cilmiga barashadiisi u sahlayaa maxaa yeelay rabbi wuxuu qur-aanka ku leeyahay fa amaa man acaa wattaqaa wasadaqa bilxusna fasanuyasirhu lilyusra qofka wax baxsada oo ilaahay ka baqa oo jannada iyo aakhira rumeeya wanaaggaan u sahlaynaa baa rabbiyi subxaanahu watacaala wanaagoo lagu sahlayaa marka waa maxay waa maaragtay allah mustacaan acmaashi iyo taacaadkii cibaadaadkii ayaa markaa lagu sahlaya haddii markaa khayr kugu adag yahay sadaqada ku dadaal si ilaahay subxaanahu caza wajalla uu markaa kugu maaragtay badiyo khayrkii wanaagga adigaa kugu badiyo fadaaisha sadaqada waxaa ka mid a walaalayaal aakhiro waa la harsan doonaa inta sadaqadaadu ay la-eg tahay